ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى بغداد ومراسلنا محمد فراس. أهلا بك زميلي، ما هي آخر الأحداث من حولك؟ نعم، إطلاق نار كثيفة الآن داخل المنطقة الخضراء، استخدام الرصاص الحي والإطلاقات الصوتية والغاز المسيل الدموع على المتظاهرين في المنطقة الخضراء في محاولة لإبعادهم عن المقرات الحكومية. بعد إطلاق النار الكثيف انسحبنا من المركز الرئيسي للاعتصام في المنطقة الخضراء وتوجهنا إلى طرف آمن بسبب الإطلاق الكثيف للنيران صوب المتظاهرين. المنطقة الخضراء جميع البوابة الأولى والبوابة الثانية يدخل منها المتظاهرون باتجاه المنطقة الخضراء وما إلى ذلك من البوابات. أيضا العاصمة بغداد تدخل في نطاق الحظر التجوال الشام والإنذار حالة الإنذار القصوى للقوات الأمنية الإنذار جيم، وهنالك انتشار كثيف أيضا لقطاعات القوات الأمنية في العاصمة بغداد، كما ورداتنا أنباء في إغلاق المناطق المهمة في العاصمة بغداد منها منطقة الكاظمية ومنطقة العظمية. منطقة الكاظمية الصحن الشريف أيضا أغلقت أبوابها أمام الزائرين وأمام دخول أي أحد إلى منطقة الكاظمية وكذلك العظمية وباقي مناطق العاصمة بغداد. شلل كبير في حركة المرور في العاصمة بغداد، العجلات تقف أمام مناطقها دون الدخول إلى المناطق تنفيذا إجراءات حظر التجوال الشام. محمد شنو ده تركض لأنه إحنا بسبب صعوبة تأمين الصورة من بغداد، فأنت معنا الآن عبر الهاتف، بس ده أسمعك ده كلها. نعم. شنو ده تركض؟ ابتعدت منطقة الخطر أنا وكادر التصوير بسبب إطلاق النار الكثيف داخل المنطقة الخضراء، لو بقينا أكثر لربما تعرضنا للإصابة الخطيرة بإطلاق بسبب إطلاق النار. هناك كما أن هنالك عدد من الجرحى سقطوا من المتظاهرين داخل المنطقة الخضراء، أيضا هناك قوات تتوجه لحماية المعتصمين داخل المنطقة الخضراء. عجلات الإسعاف أيضا توجهت إلى المركز الرئيسي للتظاهرة داخل الخضراء. جسر المعلق انتشار أمني فيه لمنع حدوث أي تصادم بين المتظاهرين الموجودين على طرفي التظاهرة من الإطار والمتظاهرين داخل المنطقة الخضراء. يعني محمد أنت تعرف بأنه بدأت التظاهرات مع خروج الموظفين من الدوائر أو دوامهم الرسمي لهذا اليوم، كيف كانت عودتهم؟ هل ما زالوا عالقين في الطرق؟ حظر التجوال أعلن في تمام الساعة الثالثة مساء وأعلن على أن يكون في تمام الساعة الثالثة والنصف. طبيعة الدوام ينتهي الساعة الثانية أو الثانية والنصف إلى الثالثة مساء حسب دوام كل دائرة وكل شركة أهلية، بالتالي هنالك من استطاع الوصول إلى منزله وهنالك من هو عالق في الشارع. أتحدث من الجانب الشخصي، أنا والدي موظف حكومي وصل إلى المنزل لكن أخي موظف في شركة أمنية لم يستطع الوصول إلى الآن إلى المنزل، وكذلك الحال بالنسبة لباقي المواطنين من هو عالق في الزحامات المرورية ومنهم من استطاع الوصول إلى منطقتي، وكل منطقة وحسب درجة الخطر الذي تواجهه المناطق التي يمكن للسيطرات الأمنية إدخال مواطنيها دون إخراجهم فتمكنوا من إدخالهم. أما باقي مناطق العاصمة بغداد ومن منطقة الكاظمية لا يسمح نهائيا للدخول حتى لمن يحمل بطاقة السكن التابعة لي هذه المنطقة الكاظمية. طيب. وباقي مناطق العاصمة بغداد على درجة الخطورة التي تواجهها منهم من يستطيع إدخال المواطنين ومنهم من هو عالق ينتظر ما ستؤول إليه الأحداث. محمد، بالنسبة لمقر البعثات الدبلوماسية، هل سيتم إخلاءها أم تم إخلاءها أو إغلاقها؟ هنالك إنباء عن إخلاء السفارة الأمريكية بواسطة طائرة عسكرية، إخلاء تام، وهنالك أيضا قوات أمنية تنتشر في أو بالقرب من المقرات الرئيسية للبعثات الدبلوماسية لتأمين هذه البعثات، ولربما سيتم إخلاءها أيضا بالطائرات بعد وقت من الآن ربما بعد ساعة. طيب محمد، نعم. الحمد لله على سلامتك وسلامة المصور، نتمنى لكم السلامة وبالتأكيد ستوافينا عندما تستتب الأمور. محمد فراس مراسلنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى ذي قار